لقد قمت بعمل هذا الفيديو لعمل مراجعة لما تعلمناه من حصص الكيمياء عن الأكسدة oxidation، وما هو عكس الأكسدة الاختزال reduction، وبعدها نقارن ما تعلمناه من حصص الكيمياء مع ما يراه البيولوجيين والكيميائيين والطريقة التي يستخدمون بها تلك التفاعلات. ومن حسن الحظ أنني سأقوم بمراجعة عامة عن ما شاهدتموه في فيديوهات الكيمياء. الأكسدة وهي الكلمة المشهورة يرينا أن الأكسدة تعني فقد الإلكترونات losing electrons، ولكن هذا ما يجب أن تكونوا قد تعلمتموه من حصص الكيمياء، وكذلك تعلمتم أن الاختزال هو كسب الإلكترونات، كسب الإلكترونات reduction gaining is gaining electrons، وأستطع ذلك بين أقواس أيضا. إذن كسب الإلكترونات gaining، وسأضعه بين أقواس لأنه ليس من الضروري كسب الإلكترونات، أنت في الغالب تأخذها، والسبب في أنها تسمى اختزال هو أنك تكسب الإلكترونات والشحنة العامة، الشحنة العامة إذا كنت تكسبهم حقا سوف يكون ذلك اختزال. وسبب في تسمية هذه بالأكسدة هو أنك تخسر الإلكترونات إلى الأكسجين، وليس من الضروري أن يكون الأكسجين، من الممكن أن يكون أي جزيء بإمكانه أن يأخذ الإلكترونات. وسأعطيك مثالا ممتع هنا وسيكون واقعي شيئا ما. دعوني أقول أنني أخذت جزيء هيدروجين H2 على شكل غاز، وسأضيف إليه جزيء الأكسجين O2 على شكل غاز أيضا. إذن هذا التفاعل إذا تعرض إلى شرارة، لشرارة صغيرة، سيحدث انفجار كبير، ولكن في هذه العملية لكل مول من جزيئات الأكسجين لديك مولين من جزيئات الهيدروجين. ولنتأكد من أن المعادلة موزونة، إذن سوف ينتج مولين من H2O وزائد بعض الحرارة، زائد حرارة heat. ما سأفعله هو أن بإمكاني أن أتحدث عن هذا، ولكن السبب في أنني أريد أن أريكم ما الذي سيتأكسد وما الذي سيختزل. إذن في هذه الحالة هنا الهيدروجين، جزيئات الهيدروجين تظهر بهذا الشكل. هل ترون يوجد هيدروجين مرتبط بهيدروجين يتشاركان في الإلكترون مع بعضهما البعض؟ إذن هم لا يفقدون إلكترونات لبعضهم البعض ولا يأخذون إلكترونات من بعضهم البعض، لذلك نقول أن لدينا حالة أكسدة محايدة لا تنشر ولا تفقد إلكترونات، إنها فقط تتشارك بالإلكترونات. الأمر نفسه ينطبق على الأكسجين، إذن يوجد لدينا جزيئين أكسجين، اثنين من الأكسجين، ولكن الاثنين من الأكسجين يتشاركان مع بعضهم البعض في الإلكترونات، ولكن عندما تذهب إلى هذا الجانب من المعادلة شيء جميل يحدث لديك. كل الأكسجين يرتبط باثنين من الإلكترونات، من اثنين بالإلكترونات مع الهيدروجين. والطريقة التي نفكر بها أن الأكسجين يملك كل إلكترونات الهيدروجين. إذن الهيدروجين يوجد لديه إلكترون في غلافه ويشكل رابطة تساهمية، إذن هذه الرابطة هي رابطة تساهمية تتشكل بين الزوج الكامل، ولكن نحن نعلم أنه يمكن أن يكون لدينا فكرة عن أن الأكسجين لديه كهروسلبية أعلى بكثير من الهيدروجين. هذا هو الجلوكوز وأخذته من فيديو التنفس الخلوي،
يمكن أن نتجاهله الآن، ولكنني سوف أوضح ذلك في الفيديوهات المستقبلية. ولكن إذا نظرنا إلى الجدول الدوري لدينا، إذا كنت تتذكر ما قلناه في الكيمياء، تزداد الكهروسلبية. الكهروسلبية تزداد عندما نذهب إلى أقصى اليمين من الجدول الدوري. هذه العناصر من أكثر العناصر كهروسلبية، وهذه شحنتها أو الكهروسلبية لها أقل، والعناصر ذات الكهروسلبية هي التي ترغب في أخذ الإلكترونات، ترغب في أخذ الإلكترونات. الكهروسلبية إلكترونيجاتيف. حتى على الرغم من أن الأكسجين والهيدروجين يتشاركان برابطة تساهمية في الماء، الأكسجين لديه كهروسلبية أعلى من الهيدروجين، ولذلك سوف يجذب الإلكترونات. في الواقع من الممكن أن تأخذ بعض العناصر من هذه الجهة وتربطه مع بعض العناصر هنا، وهذه العناصر أكثر كهروسلبية من الموجودة هنا، ولذلك هي تسرق الإلكترونات وليس فقط أخذها في بعض الأوقات. ولكن عندما نتحدث عن الكهروسلبية، هي تعني مدى الرغبة في أخذ الإلكترونات. لذلك عندما تنظر إلى هذه الرابطة بين الهيدروجين والأكسجين، وقد رأينا في الجدول الدوري أن الأكسجين أكثر كهروسلبية، لذلك الإلكترونات ترتبط في أغلب الأوقات مع الأكسجين. وتعلمنا عن روابط الهيدروجين أنها توجد لديها كهروسلبية جزيئية على هذا الجزء من جزيء الماء، وتبدأ بوضع شحنات سالبة على الجهة المقابلة. إذن واحد منهم يجذب عدد أكثر من الإلكترونات. بناء على حالة الأكسدة، سوف نفترض أنه يأخذ الإلكترون. إذن بناء على حالة الأكسدة، سوف نفترض أن الأكسجين الموجود في الماء قد يأخذ الإلكترون وسيعطيه سالب واحد. والاتفاقية أننا نكتب الشحنة بعد الرقم في حالة الأكسدة حتى لا تخلط بينها وبين الشحنات العادية. إذن هذا سالب واحد، ومن وجهة نظر الأكسدة هذا يعني أنه تم كسب إلكترون، لذلك وضعته بين قوسين، لذلك بسبب أنه يكسب إلكترون، وفي أغلب الأحيان يكسب إلكترون. إذا بالمثل هذا الهيدروجين، أو دعوني أكون حذرة هنا، لقد أخذ إلكترون من هذا الهيدروجين وواحد آخر من هذا الهيدروجين، لذلك بدلا من أن نقول سالب واحد يجب أن تكون سالب سالب اثنان. إذا هذه ستكون سالب اثنان، لأنه أخذ إلكترون من هنا وواحد آخر من هنا. وبشكل عام عندما يرتبط الأكسجين بغيره، مثال الهيدروجين أو عناصر أخرى، يأخذ سالب اثنان. إذا هنا سالب اثنان لأنه كسب إلكترونين. دعوني أضع هذا بين قوسين، إذن هذا كسب جين. إذن لقد كسب إلكترونين، ونحن نعلم أنه لم يكسبهما بل جذبهما، ولكن من هذان الجزئيان كل منهما خسر إلكترونا، لذلك ستكون حالته موجب واحد. إذن الهيدروجين سيأخذ الشحنة موجب واحد، وهذا أيضا موجب واحد. يمكنك أن تقول أن الأكسجين مع الهيدروجين، عندما كان الهيدروجين حالته صفر، إذا كلا هذان الجزيئات حالتهما صفر، الآن لديها موجب واحد لأنهما خسرا إلكتروناتهما عندما يرتبطان مع الأكسجين. إذا رأينا أن جزيئين الهيدروجين قد تأكسدا. Hydrogen has been oxidized. Has been oxidized. لماذا تأكسد؟
لأنه قبل ذلك كان قادر على مشاركة هذا مع مشاركة إلكتروناته وارتبطت مع الأكسجين، إذا الهيدروجين خسر إلكتروناته للأكسجين وتأكسد، وبالمثل قام الأكسجين بدخول هذا التفاعل الذي هنا، إذا الأكسجين تم اختزاله. Oxygen has been reduced. لماذا؟ هنا كان التشارك مشاركة الإلكترونات وكانت خسارة وكسب الإلكترونات، ولكن هنا عندما ترتبط مع عناصر كهروسلبيتها أقل، فجأة يبدأ بجذب الإلكترونات وتبدأ بكسب الإلكترونات، إذن يكون قد اختزل من خلال هذا التفاعل. فإذا أردت أن أعد الإلكترونات كل الإلكترونات لأنني أتحدث عن الخسارة، خسارة الإلكترونات، يمكننا أن نكتب شقين التفاعل بشقين، ومن المفروض أن هذا مراجعة لما تعلمناه بالكيمياء، ولكنني سأضع هذا الفيديو في لائحة الأحياء. من الممكن أن نكتب هذا التفاعل بشقين، نستطيع القول بأننا بدأنا بمولين من جزيئات الهيدروجين. إذا على الجهة الأخرى سأنتهي بمولين من الهيدروجين 2H2، ولكن كل الهيدروجين لديه موجب واحد لأنه تأكسد، أو طريقة أخرى للنظر إليها إلى هذا، أن كل الهيدروجين على هذه الجهة لدينا 2 من الهيدروجين 2 مول، إذن لدينا 4 من الهيدروجين هنا، كل واحد من الأربعة خسر إلكترونا، إذن يمكنني كتابة ذلك زائد 4 إلكترون. هذا نصف تفاعل الهيدروجين، إذا هي خسرت 4 إلكترونات. وطريقة أخرى للتعبير عن ذلك هي أن الهيدروجين تأكسد، هيدروجين أوكسيدايزد، لأنه خسر إلكترونات. الأكسدة هي خسارة الإلكترونات، والجهة الثانية من التفاعل وهي الأكسجين. إذن أنا أبدأ بمول من جزيء الأكسجين بالإضافة إلى 4 إلكترونات إضافية زائد 4 إلكترونات جاءت من الهيدروجين وتمت إضافتها للأكسجين. إذن شق التفاعل الموجود على هذه الجهة سينتهي ب إذن سأنتهي بمولين من الأكسجين، 2 مول من الأكسجين، وكل منهما لديه -2، كهروسلبية -2. إذن هذا نصف التفاعل الثاني. إذن كل هذا يبين أن الهيدروجين في هذا التفاعل خسر إلكترونات، والأكسجين جذب هذه الإلكترونات أو كسبها. إذن هذا يخبرنا بأن الأكسجين قد اختزل. Oxygen is reduced. إذن كل هذا جيد، وكل هذا مراجعة لما تعلمناه في الكيمياء، وقمت بهذا الأمر لأنني أريد أن أحضركم لكيف يفكر البيولوجيون في هذا الأمر، ولذلك هي ليس دائما كذلك. في بعض الأحيان علماء الأحياء يستخدمون التعريف الذي تسمعونه في دروس الكيمياء، ولكن في بعض الأحيان يستخدمون تعريف آخر، وهذا ممكن أن يربك. وبأن الأكسيديشن أو أكسدة هي خسارة ذرات الهيدروجين، إذن oxidation is losing hydrogen atoms.
والاختزال، الاختزال هو جذب ذرات الهيدروجين. Reduction is gaining hydrogen atoms. Hydrogen atoms. وعندما سمعت أول مرة عن ذلك كنت أقول لقد تعلمتها في حصص الكيمياء، وكانوا يتحدثون عن الإلكترونات وهنا ذرات الهيدروجين وهي بروتونات. والسبب في هذان التعريفان، اختلاف هذان التعريفان هو جوهر هذا الفيديو. السبب هو أنه في علم الأحياء، في علم الأحياء أو في عالم الأحياء، الهيدروجين هو in biological world، الهيدروجين هو من المفترض أن يرتبط مع الكربون والأكسجين، من المفترض أن يرتبط مع الكربون والأكسجين والفوسفور والنيتروجين. وإذا نظرنا على الجدول الدوري ورأينا أين يقع الهيدروجين، ورأينا أين يوجد الهيدروجين، وأين يوجد الكربون والأكسجين والنيتروجين والفوسفور، نستطيع أن نرى أن كل الأشياء في النظم البيولوجية التي يرتبط بها الهيدروجين كهروسلبيتها ستكون أعلى بكثير. إذا ارتبط الكربون بالهيدروجين، الكربون سوف يجذب الإلكترونات، وإذا انتقل الهيدروجين إلى الأكسجين الكربون سوف يخسر ذرات الهيدروجين وسيخسر الإلكترونات التي حصل عليها من قبل. والأكسجين الآن يمكنه جذب هذه الإلكترونات، وهذه التعريفات واردة حقا وواقعية. والسبب في شرحي لهذا المثال هو أن التعريف البيولوجي لا يعمل هنا. أعني أنه بإمكانك القول أن الأكسجين جذب، وهذا مؤكد، جذب الهيدروجين، وبهذا يمكننا القول أن الأكسجين تم اختزاله بالنسبة للتعريف البيولوجي. ولكن بإمكانك أن تقول أن الهيدروجين يخسر هيدروجين هنا، ولكن في هذه الحالة الأكسجين يخسر إلكترونات فقط ولا يخسر نفسه. أعتقد أنه ليس من الممكن أن نقول بأنه يخسر نفسه، ولكن التعريف البيولوجي فقط أتى من شيء مرتبط، أو أنه عندما يرتبط العناصر بنظام البيولوجي فإنه يعطي إلكترونات، ولهذا نقول الكربون خسر الهيدروجين، وعندما يعطي الكربون الهيدروجين للأكسجين فهو إلكترونات الهيدروجين التي لم تنجذب، والآن الأكسجين يجذب، ولذلك الكربون سوف يتأكسد والأكسجين سوف يختزل. أتمنى أن لا يكون هذا مربك، وفي الفيديو القادم سوف أريكم المزيد من الأمثلة. والسبب في قيامي بهذا هو لكي أوظف هذا على التنفس الخلوي، ولكي لا ترتبكون عندما يتحدث الناس عن أن الناد اختزل عندما التقط الهيدروجين، أو أنها تأكسدت عندما خسرت الأكسجين وهكذا. وأريدكم أن تعرفوا أن هذه التعريفات هي نفسها التي تعلمتموها في الكيمياء.